بسم الله الرحمن الرحيم. كنا السيشن اللي فات اتكلمنا على النورمال مود بتاع التايمر، وكنا قلنا ان التايمر فيه ريجستر باكاونت فيه، تمام، اللي هو اسمه تي سي ان تي زيرو، وفي بت في البلاج في الفلاج بت فلاج بت في الريجستر اللي اسمه تي اي اف ار او تايمر انتربت فلاج ريجستر، وكان فيه حاجة اسمها تي سي ار او الكنترول ريجستر، ده اللي بيحدد لي المود والبري سكيل والكلام ده. والتي سي سي ار ريجستر كنت بخلي كله باصفار ما عدا اول 3 بت، كنت بغير فيهم من 0 ل 5 اللي هم 6 مود، تمام، بحيث اسلكت انا عاوز اشتغل انيبل التايمر نو بري سكيل، اخلي فيه 100، عاوز اخلي مثلا في بريسكيل معين بسلكت البريسكيل المناسب، تمام، وباقي البيتس كانت باصفار. من ضمن البيتس اللي عندي اللي كانت باصفار البيت رقم 3 والبيت رقم 6 اللي هو الدبليو جي ام او ويف فورم جنريتور مود، تمام. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن السي تي سي او الكلير تايمر اون كومبير ماتش، تمام، وده عشان اخش في المود ده لازم اخلي ال دبليو جي ام 01 دي بواحد ودي بزيرو، تمام، والبري سكيل طبعا لازم احطه في قيمه عشان انيبل التايمر او اعمل بري سكيل. لو عاوز اعمل بري سكيل معين برضو نفس القصه الايه اللي في النورمال تايمر مود. طيب هو السي تي سي ده عباره عن ايه؟ المرة دي الوضع مختلف، هيبقى عندي في ريجستر اسمه OCR، تمام، بحط فيه القيمة اللي عاوز اول ما التايمر يوصل للقيمة دي، يعني احط مثلا 6F هيكسا، اول الكاونتر هيعد من 0 لغاية 6F هيكسا، اول ما يحصل ان ده بيساوي ده في بت اسمها OCF الفلاج ده هيتقلب، تمام، اقول ماتش ايه كومبير فلاج، ده بالنسبة لتايمر زيرو، تمام. طيب دي بتسهل عليا ايه؟ دي بتسهل عليا ان انا اخلي اعرف عدد الكاونت او التايم ديلي اعمله بشكل اسهل ما كنت بعمله في التايمر، تمام، او ان انا لود القيمة على طول في الـ OCR زيرو، تمام، مثلا عاوز يعد لغاية 99 هيكسا، اول ما الـ TCNT او الـ Timer Register يوصل للقيمة دي هيروح مطلع لي الفلاج ده بواحد. ونفس القصة زي ما قلنا عندي ايه التايمر كنترول او Register او TCCR 0 هنخلي دي بواحد ودي بزيرة، تمام، اللي هي WGM01 دي بواحد و WGM00 دي بايه بزيرة عشان اخش في الـ CTC Mode وبعمل الـ Prescale عادي زي النورمال تايمر. زي ما احنا شايفين هنا بنقول ان انا لو حطيت في التو بيتس اللي هي البت 3 و 6 0 0 فانا في النورمال مود، لو حطيت 1 0 انا في السي تي سي مود، تمام. طيب هناخد مثال دلوقتي، لو انا حطيت القيمه 0.9 هكسا في الاو سي ار 0 وعندي الكريستال او الاوسيليتور بتاعي 1 ميجا هرتز ونو بي سكيل، تمام، فهو الكلوك بتاعه الاوسيليتور هي الكلوك بتاعه التايمر. عايزين نعرف التايم ديلي اللي هيتحسب او اللي الايه المايكرو هيعمله، تمام. اول حاجه هحمل الاو سي ار 0 بالقيمه 0.9 هكس اللي هي 10010000، تمام. بعد كده هخش على الكنترول ريجستر هعمل نو بي سكيل، تمام، فيبقى 100 في الكلوك سيلكت، وبعد كده اعمل الدبليو جي ام 01 ب1 والدبليو جي ام 00 ب0، يبقى انا كده في المود الايه الكمبير اللي هو ايه سي تي سي، تمام. طيب بعد كده التايمر هيبدا يكاونت، تمام، فهيبدا التايمر ب00، تمام، وطبعا التي او في 0 دي مش بتبقى 1 الا لما التايمر اللي هو تي سي ان تي بينتقل من اف اف ل 0، تمام.
بعد كده هيزيد 0.1 0.2 وهيفضل هكذا لغاية 0.9 اللي هي القيمة اللي في الـ OCR. تمام، انا كده عندي كام كلوك او كام كاونت؟ 9. تمام، برضو الـ OCF 0 بزيرو لما يتنقل من 0.9 بعدها يروح مصفر، الكاونتر هيحصل له كلير اللي هو TCNT. تمام، اللي انا بعد فيه، والـ OCF 0 الفلاج هيبقى بوان. يبقى انا لما حطيت فيه 9 عديت كام؟ عديت 10. يبقى انا عندي 10 كلوك. تمام، الكلوك الواحده بكام؟ بواحد على اف اللي هو 1 مايكرو سكند. يبقى الديلي تايم توتال كان 10 مايكرو سكند. طيب البت اللي اسمها او سي اف 0 او الفلاج بتاعي بتاع الكمبير بيبقى فين؟ بيبقى في التي اي اف ار او التايمر انتربت فلاج ريجستر. تمام، هي بتبقى البتاه اللي هي ايه؟ 1 تاني بت في الريجستر. اوكي، دي اللي اقدر اعمل عليها موتور عشان اول ما الكونديشن يتحقق او الكومبير يتحقق اخد الاكشن اللي انا عاوزه. تمام، طيب لو جينا نعمل مثال عملي، انا عاوز كلوك 10 مايكرو سكند اون و10 مايكرو سكند اوف على بي اي 0. تمام، فانا هخلي التايمر اللي هو تي ان تي اخليه 0 اكليارو واحط القيمه دي في الكنترول ريجستر عشان اشتغل في موديل تي سي تي. تمام، والود الايه الاو سي ار ب 0.9 هكسا ومونيتور الايه الاو سي اف 0 اللي هي الايه الكمبير فلاج. طيب احنا هنيجي دلوقتي على المثال اللي احنا خدناه السيشن اللي فات. تمام، اول حاجه هخلي بي اي 0 از اوت. تمام، ونخلي الفور لوب دي تتكرر مره واحده. تمام، وهيبقى عندي فانكشن اسمها تيرن اون وتيرن اوف. تمام، هننزل نغير في الفانكشن اللي اسمها تيرن اون. تمام، اول حاجه الكاونتر التايمر كاونتر اللي هو اسمه تي سي ان تي 0 هعمل له انيشاليزيشن ب 0. تمام، واكلير الفلاج ريجستر. تمام، واخلي بورت بي هاي لان دي تيرن اون. بعد كده هنا كان نورمال مود نو بري سكيل، انا هشتغل برضو نو بري سكيل. تمام، بس في الاي سي تي سي مود هاجي على البتايه اللي هي دي 0 1 2 واجي على البتايه دي امسحها واخليها بواحد اللي هي دبليو جي اللي هي وفورم ايه جنريتور 1. تمام، اخليها بواحد. بعد كده عايز اشيك على البتايه اللي هي اسمها ايه او سي اف 0 اللي هي لو، يعني لسه ما حصلش ماتش كومبير. تمام، فهعمل ايه؟ هعمل بت وايز اند مع ال1. تمام، هو التي اي اف اصلا تي اي اف ار جواه ايه؟ كل صفار. تمام، واعمل اند مع سوري هنغير القيمه دي، يا اما نخليها 2 هيكسا او نخليها باينري. تمام، فهنعملها باينري. تمام، هشيك على البتايه اللي هي الثانيه. فطول ما ال تي اي اف ما حصلش اوفر ما حصلش ان الاو سي اف 0 باب 1 الاند دي هتطلع لي على طول ايه؟ 0. امتى هتطلع 1؟ لما الفلاج ده يبقى بواحد، يبقى البتايه دي اند زيز بت هيطلع لي ايه؟ هيخلي لي دي بواحد. لما دي تبقى ايه؟ بواحد، لما يحصل ان الكمبير ماتش يساوي التايم. تمام؟ في الحاله دي هتطلع لي 1. قيمة ايه؟ نان زيرو. غير كده هو مطلع لي زيرو. طب انا عايز اعكس اللوجيك بقى، يعني طول ما هو بزيرو خش اللوب، اول ما يطلع نان زيرو يطلع من اللوب. فهعمل بايت وايز نوت. البايت وايز نوت يعني لو قيمة فولس خليها ترو، لو هي ترو خليها ايه؟ فولس. فهو على طول هنا مطلع لي فولس لان دي عند دي بتطلع زيرو، يعني تي اي اف اند الرقم ده هيطلع لي 0.
فلما انفذ 0 او انفذ الفولس هتبقى 1، هيفضل ينفذ الوايل لوب لغايه ما يحصل ان القيمه دي تبقى نون زيرو، هتبقى ترو، يجي فيها هتبقى فولس ويروح طالع من الوايل لوب. تمام كده. في حاجه تاني هنحطها بقى اللي هي ايه، قبل ما اعمل تحت الكنترول ريجستر على طول اقول له خليني الاو سي ار 0 بيساوي كام؟ 0.9 هكس عشان يديني ايه؟ 10 مايكرو سكند. تمام؟ يبقى انا كده عملت الايه؟ عملت هنا فانكشن بعد 10 ثواني هي ايه؟ هيطلع لي هاي، بعد 10 ثواني يطلع لي لو. وبعد كده بينيشاليز التايمر ريجستر والكنترول ريجستر، يعني بيوقف التايمر وينيشاليز الايه؟ الفلاج. نفس الكود ده هناخده فين؟ هناخده في الايه؟ التيرن اوف. تمام؟ بس هنغير البورت ايه، بدل ما هو طالع عليه واحد هيطلع عليه ايه؟ لو. تمام. ودي طبعا الكلام ده قديم، فاحنا هنا الايه ده اسمه initialization، وهنا بقى ايه بكلير الاو سي. تمام. وبعد كده هلود. تمام. وهنا في الـ TCT مود ده هنسميه، كلير تايمر كومبير. تمام. وهنعمل كومبايل. تمام. يبقى هو كده بيطلع لي كل عشرة مايكرو سكند ايه؟ بيطلع لي بلصة. طيب احنا لو رجعنا هنا هنلاقي بس غلطة بسيطة، ان انا كاتب الرقم ده باينري بينما انا عامل اكس، فالاكس دي هخليها بي يعني باينري. تمام. وهنا بالمثل طبعا، وادوس اف 7 فيعمل بيل للكود طبعا. وتاني غلطه ان انا لما خدت الكود كوبي بيست المفروض دي اعمل دي اند. تمام. انا خليت دي 0 ودي كانت او، فلما بورت بيها هيبقى 1 اور 0 هيطلع لي 1، فانا المفروض اخلي دي اوفر. تمام. ده عيب الكوبي بيست، ومفضل ان احنا ما نعملوش، يعني تكتب الكود بايدك افضل. تمام. فهنيجي على البروتس وندوس اف 12 هنلاقي الشكل طلع لي كده. معنى كده ان هو خط اصفر ده هاي ولو بسرعه عاليه، وانا عامل الديفيجن الواحده او الخانه الواحده ب 10 ب 5 مللي سكند، فقلل قيمه الخانه عشان يزود الريزوليوشن لغايه ما تبدا تبان. تمام. يعني كده الوان ديجيت تقدر تقول ان هي 20 مايكرو، فده يعتبر ديلي يعني ايه 3 الا شويه، فيعني يعتبر. وطبعا احنا قلنا هنا البروتوس مش تو سكيل، لان هو مش ريل تايم اوبريتنج، بدليل ان هو لو شغال بالفريكوانسي ده 10 مايكرو سكند اون و10 اوف، انا مش هقدر امونيتور الفلاش ده بعينيا، هشوفه على طول اون او على طول اوف، يعني العين مثلا بتلاحظ لغايه حاجه 20 هرتز او كده. تمام. بس ده بيبين لنا ان الايه البرنامج شغال مظبوط. تمام. انا هاجي اعمل حاجه تاني عشان اشوف البرنامج، يعني انا السكيل عندي على 20 مايكرو ريزوليوشن، فهزود الفور لوب اشوفه هي المفروض الزمن يكبر. تمام. هنرجع هنا نخلي الفور لوب ده 10. اوكي. لقينا ايه؟ عند ال 20 مايكرو الزمن كبر، فاضطر ازود شويه. يبقى كده الفور لوب او الزمن زاد 10 اضعاف. وهكذا. تمام؟ طيب انا في بروجكت صغير عاوزكم تعملوه. هنعمل تو ديجيت يعد معايا ثواني من 0 ثانية لغاية 59،
وأول ما يوصل للستين يروح مزود معايا دقايق من زيرو دقيقة لغاية 59 دقيقة، تمام؟ ولو نعرف نزود ديجيت كمان للساعة يبقى ياريت. طبعا ده هتاخد كل 7 سيجمنت على بورت، اوكي، او على نص بورت عشان هتحط الاي سي اللي هي 7 4 4 8. وده مش البيست سوليوشن، بيبقى فيه حلول تاني هاردوير عشان ما استهلكش كل البنز بتاعت البورد، ولكن خليها يشتغل بالطريقة السيمبل. فطبعا انا عاوز هنا الثواني تطلع كلوك كل ثانية، تمام، وهتعمل لوجيك بحيث يطلع كلوك للايه، للدقايق كل دقيقة، تمام. فده assignment ياريت تعملوه، وان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم على الكاونتر وازاي اكاونت الداتا اللي جايه من بره، سواء الداتا دي مثلا جايه من بروكسيميتي سويتش او ايا كان نوع السويتش. كل ما السويتش ده يقفل ويفتح يزود معايا عدد، يقفل ويفتح ويزود معايا ايه، رقم، تمام. شكرا.